السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم أروى. اليوم غادي نقدم لكم كيفاش تحضروا غريبة هكذا بالحامض وبشوية ديال الكوك. إذا بسم الله، باش نحضروا هاد الغريبة هادي غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الزبدة تكون خدات الحرارة ديال المطبخ. غادي نضيف عليها 100 غرام ديال السكر الثقيل، يعني لو سوك غلاس. غادي نخلطو مليح هكذا حتى نحصلو على واحد الكريمة، وغادي نضيف عليها واحد يعني القشرة ديال واحد الحامضة. كنخلط عاوتاني مزيان، من بعد كنضيف واحد المعلقه كبيره هكذا ديال عصير ديال الحامض. غادي نضيف ايضا واحد البيضه وكنحرك، يعني كنحرك وكنضيف كاع هاد العناصر. جوج معالق كبار ديال المربى ديال المشماش، من الاحسن ما يكونوش فيه لي مورسو. كنضيف جوج معالق كبار ديال الكوك، وكنضيف ايضا جوج معالق كبار ديال النشا. غادي ندير تقريبا واحد 320 غرام، انا درت 320 غرام ديال الدقيق، واحد معلقه صغيره هكذا ديال خميره الحلوه. بالنسبه للدقيق المهم العجينه ما تكونش يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش عاوتاني كتلصق في اليدين. كنحرك مزيان حتى نحصل على هاد بحال على عجينه بحال كتجي على هاد الشكل. كنغطيها كنخليها في الثلاجه يعني واحد 15 حتى 20 دقيقه. بعد ما بردات العجينه ديالي انا خليتها 21 دقيقه. غادي نوري لكم كيفاش غادي نفندوها هكذايا بالسكر الثقيل. كنغط شويه ديال العصير ديال الحامض، يعني وانا ندير الكويرات هكذايا باش داك العصير غادي يعاوننا باش يلصق فيه يلصق السكر الثقيل في غريبه ديالنا. صافي كنديروها هكذايا في السكر الثقيل، ما نترددوش اننا نديروها، يعني نديرو كميه كبيره هكذا ديال السكر. وصافي كنحط الغريبه ديالي فوق واحد الطاوه، انا درت لها سولفوريزي. صافي انا كنستمر حتى نكمل هاد العجينه اللي عندي، يعني ما نساوش داك الحامض في الاول هكذايا، ومن بعد كندوزوها في السكر الثقيل. صافي ملي نعمر اللاطة ديالتي هكذا كنديرها كندخلها للفران اللي سخنت من قبل، درتو على 180 درجة، يعني كطيب واحد 15 حتى 20 دقيقة. صافي الشكل النهائي ديال الغريبة ديالتنا كيجي هكذايا، يعني سهلة بسيطة ولكن المذاق ديالها كيكون رائع. كنتمنى انكم غادي تجربوا الوصفة وتعجبكم، وما تنساوش انكم تشاركوا هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم، وتشاركوا معايا في القناه باش ديما توصلوا بالجديد. بصحتكم وراحتكم وبالسلامه عليكم.